أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الجمعة 30 يوليو تموز 2021. حادثة قوي في هذا الوقت وسيمنحك إرشادات جيدة في كل ما تفعله. يمكنك حتى المخاطرة بسهولة والمقامرة من أجل المتعة. الحظ في صالحك، لكن يجب أن تفكر ماليا قبل القفز. قد تشعر بجو من المشاعر الرومانسية. قد يعود الأصدقاء والمعارف القدامى إلى الظهور، يجلبون لك المشاعر الإيجابية. عاطفيا، إذا كنت تحب شخص ما فهذا ليس اليوم على الإطلاق للاعتراف بمشاعرك. قد يساء فهمك من العبث. انتظر حتى يريدك الشخص الآخر أن تتحدث. ثمرة الصبر حلوة، فقط حافظ على الصداقة تحت السيطرة معهم حتى لا تمسح عقولهم تماما. مهنيا، سوف يتزايد ضغط العمل وقد يأخذك في الواقع بعيدا عن الأنشطة التي تستمتع بها. لن يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء، لذلك يجب أن تستمتع بأشياء الحياة الصغيرة. سوف تثبت أنها مرضية للغاية وأقل تكلفة مقارنة بمساعيك العادي. هذا يعني أنك ستوفر بعض النفقات غير الضرورية اليوم. صحيا، شجع نفسك على القيام بأشياء ترابية مثل البستنة والمشي في الطبيعة حتى تتمكن من الاسترخاء والشعور بالتحسن. تحتاج إلى النظر بعمق في داخلك لمعالجة مخاوفك العاطفية. لا تضيع قدراتك على التركيز على أشياء الخارجية. حاول القيام ببعض تمارين اليوجا من أجل السلام العقلي وتقوية عضلاتك.